هذه هذا هي بزاف قلتي لي دوك الناس كيحيدوها اكزاكتومون. نورمالمون الثمن ديال ازاله الشعر من الوجه في المراكز الاخرى تيوصل حتى ل 1000 درهم وحنايا تنحسبوا ليه 600 700 على حساب المناسبه يك، ولكن الناس ديال متجر ليلى نخليو ليهم هذه المره ب 300 درهم هو زياده في المناطق الانثويه بطريقه عصريه بطريقه العصريه وصحيه. انا قلت لك واش هي كتوصل الثمن ديالها حتى ل 1500 درهم في المغرب كامله، ولكن نتوما غيبقى لكم الثمن ديال الحصه ب 200 درهم واللي دار جوج الحصص غتبقى ليه بشحال هذا الدكتور امل 350 درهم. لهلا يخطيك الكابينه ديالنا 100% نساء. لهلا يخطيك فيها جوج هذه جوج الحصص بالضبط اللي في هاد التصويره هاد. شوفوا معايا تبارك الله السنينات كيف كانوا وكيف ولاو نقيين وزوينين. ودابا ندوزو معاك لخدمه اخرى اللي هي تخسيس. اهلا وسهلا احلى متتبعات، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده على قناتي وقناتكم قناه الافاده والاستفاده وقناه الميزات ديال مدينه مراكش. الى اول مره اكيد كتشوفوا القناه ما تنساوش البارطاج مع العائله مع الصحاب مع الحباب باش تعم الفائده وهذا الفيديو يوصل لاكبر عدد ديال الناس. حلقه جديده عند واحد طبيبة اللي غتقدم لكم ان شاء الله بزاف ديال الخدمات، ومنهم بعد الخدمات اللي طلبتوني عليهم بزاف التعليق منهم طبيب الاسنان حتى النساء او حتى البنات اللي عندهم مشكل ديال السمنه. المهم ما نحرقش لكم ان شاء الله المراحل. ومعنا الدكتوره امال، مرحبا بينا عندك. مرحبا بكم عندنا ومرحبا بالناس ديال متجر ليلى قناه متجر ليلى، مرحبا بكم. الله يحفظك تبارك الله. راه كنا صورنا عندها في البدايات ديال القناه وكانت تحولات الجديده وعاودتاني رجعتنا من جديد، وبالضروري خصني نصور لكم عندها باش ان شاء الله حيت صراحه داكشي اللي كتقدم بالاثمنه اللي كتقدم راه ما كاينش بحالها واخا دورو مراكش كامله. دكتور امل قبل ما نبداو ان شاء الله نعرفوا الناس على النوع تاع العياده ديالك وعلى الخدمات اللي كتقدمي فيها. مرحبا بكم، معكم تويجري امال اخصائيه في الحميه والتغذيه والتجميل الغير جراحي. حنا جينا في العياده جات في مركز الاعمال ماليزيا اللي في شارع علا الفاسي، العماره الجديده اللي انفاس مع قهوه ماليزيا في البروميي ايطاج في الرقم نيميرو 4. شوفوا ما عندكمش فين تلفوا النعت واضح وبين شارع علا الفاسي كنا كنعرفوه. الا كنتو جايين من باب دكالا كتمشيو حتى الرومبوا ديال مرجان كديرو دوميتور وكترجعوا، اولا يمكن لكم تستاسيونيو غير انفاس مع كازا بري وجيو على رجليكم. ما كاينش فين تلفوا، زائد غنخلي لكم النعت في الاخر ديال لا فيديو جايه كنصور لكم من جهه باب دكالا حتى الباب العماره اولا اللي كاين فيها العياده ديال الدكتوره امال. ما كاينش فين تلفوا ان شاء الله. بالنسبه للخدمات اللي كتقدمي هنايا ان شاء الله شنو هما؟ نورمالمون حنايا تنبداو بلي ريجيم على حساب الامراض وعلى حساب الناس اللي عندهم السمنه ولا اللي بغاو يغلطوا ولا عندهم مشاكل ديال الصحه. او ميم طون تنديرو التجميل غير جراحي، منو تنديرو لي سوان دو فيزاج بروفيسيونيل تيكون تعطيو النضاره وتعطيو الاشراق للوجه بطريقه طبيعيه. تنديرو نورمالمون ليفتينغ الشد ديال الوجه ولا ديال البطن ولا ديال الارداف ولا ديال اي منطقه في الجسم كلها. تنديروا التخسيس وتنديروا تبيض الاسنان، تنديروا بزاف الخدمات غنوريهم لكم ان شاء الله في اوكور دو لا فيديو ان شاء الله بحول الله. واكيد اثمنه جد مناسبه. حنا دابا غنطلقوا لكم لكاع الخدمات اللي كاين عند مدام امال بلي ديتاي وبالاثمنه. ونبداو لكم ان شاء الله باول خدمه اللي كتقدمها دكتوره امال واللي هي تبييض الاسنان. تحت الطلب ديالكم بزاف لقيتها في التعاليق، واكيد حتى واحد ما كره باش الابتسامه ديالو تكون زوينه تكون بيضاء نقيه، ولكن الاثمنه طالعه في بعض المراكز لا في مراكش ولا داخل مراكش كيطلبوا لك مثلا بزاف ديال الحصص باش تبعي معهم باش تخرجي بواحد النتيجه اللي هي راضيه انت اكيد، وكيكون الثمن طالع. ملي كتجي كتحسبي دوك الحصص كتلقاي وصلتي واحد 1500 درهم اكثر، ولكن اليوم ان شاء الله كلشي غادي ينقي سنيناتو وتولي عندنا بابتسامه زوينه مع دكتوره امال. ياك مرحبا. نورمالمون دابا جبنا اخر
صيحات ديال لي ماشي، وجبنا لكم واحد لا ماشي اللي غتعطي لنا واحد ليفيز اللي هو زوين في ظرف جوج الحصات، مع واحد لو برودوي اللي جبنا جديد ديال طبيب الاسنان اللي معترف به دوليا، ياكو غادي يعطي لكم النتيجه اللي غتكون ان شاء الله مرضيه في جوج الحصات ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. كما سمعتوا معنا جوج الحصص كافياكم باش تكون الابتسامه ديالكم زوينه وسنيناتكم نقيين. بالنسبه للتينية كتخدمي باخر ماشين شي حاجه اللي زوينه كتعطي لك فيبريه ياك، وبدون اضرار، ما غاديش تعطي لا اضرار للسنان، ما غاديش ترشيهم، ما غاديش يوقع فيهم شي مشكل من بعد. مادام انا بزاف مادام ذكرت لي هذه النقطه بزاف تتقول لا الا درت تبييض الاسنان غيرشاو لي اسناني، غادي يبداو فهمتي من بعد فاش غيحيد هذوك الفيل مثلا غيوليو كحال اكثر، شنو تقدر تقول؟ لا بالعكس، نورمالمون خاصهم غير يكون واحد لونتروتيان ديال السنانات من بعد، يكون يبقى لي في ديالو حتى لمده عام. نورمالمون خاص غير ينقصوا الناس شويه من القهوه الكحله ولا اتاي بزاف، يكون تيبقى لي في زوين ويحكوا سيناتهم من بعد. الا خداو شي ماكله شويه مع الطراعه عرفتي مع التوابل ديالنا حنايا كيلولوا شي شويه سنينات وصافي تيبقى لي في زوين. مزيان. بالنسبه قلتي ليا قبيله بالنسبه للجوج حصص كيعطيوك واحد الطبيض اللي هو زوين وتيبان طبيعي كيف ما وريتيني دابا في واحد الصوره غتشوفوها معايا دابا. هاد الصوره اللي بينت لي دابا حتى هي فيها جوج هادي جوج الحصص بالضبط لي في هاد التصويره هاد. شوفوا معايا تبارك الله السنينات كيف كانوا وكيف ولاو نقيين وزوينين، واكيد بالنسبه لهاد الخدمات هادو اللي كتقدمي غير ديال النساء. اكزاكتوم، حنا الكابينه ديالنا 100% نساء. الله يخطيك. بالنسبه لهاد النتيجه اللي كتبان معاك انتيا في جوج الحصص مراكز اخرين شحال خصنا من حصه معاها؟ تيخص تقريبا واحد 4 حتى 5 حصص، وحنايا تيكون عندنا جوج الحصص كافيه ان شاء الله وتعطيكم نتيجه مرضيه. كما سمعتوا معايا مدام امل، فجوج الحصص كافيكم باش ترجعوا الابتسامه ديالكم زوينه ونقيه، العكس ديال بعض المراكز الاخرين اللي كتمشي عندهم كيقولوا لك خاصك واحد 5 حصص او 6. علاش؟ الا زدتي حصه اكيد غتزيد الفلوس، داكشي علاش جيو واستغلوا الفرصه ان شاء الله باش تنتوما ترجعوا الابتسامه ديالكم زوينه. بالنسبه للمده مدام امل اللي غيكون فيها ان شاء الله هذا العرض هذا ديال طبيب الاسنان شحال غتبقى؟ ان شاء الله غادي تبقى المتتبعين قناه متجر ليلى خاصه مده شهر. مده شهر وي. من دابا من اليوم ملي نزل فيديو حتى نشهر ان شاء الله جيو واستغلوا الفرصه. انا بالنسبه للثمن ديال باش كيخدموا المراكز الاخرى وخصوصا بنفس البرودوي باش كتخدمي نتيا وبنفس لا ماشين باش كتخدمي نتيا، شحال كيوصل الثمن تقريبا؟ نورمالمون المراكز الاخرى تيقدروا يوصلوا حتى من 1000 حتى 1500 درهم في المغرب كامل بالنسبه لهاد لي دو سيونس، بالنسبه لهاد جوج حصص. ولكن الناس ديال متجر ليلى خصيصا غادي نحسبوا لهم ان بري اللي هو سبيسيال اللي هو 200 درهم الحصه وجوج حصص ب 350 درهم. الله يخطيك. كما سمعتوا سريعوا سريعوا، واللي كتعرف شي وحده تبارطاجي لي هذا الفيديو ان شاء الله قبل ما تكمل الشهر. كما سمعتوا مع دكتور امل، ف بالنسبه لهذه النتيجه هذه وبالنفس اللي كتخدم اكيد في مراكز اخرى بنفس لي برودوي اللي كتخدم هي وبنفس لا ماشين اللي كتخدم هي كتوصل الثمن ديالها حتى 1500 درهم في المغرب كامله، ولكن نتوما غيبقى لكم الثمن ديال الحصه ب 200 درهم، واللي دار جوج الحصص غتبقى ليه بشحال هذا الدكتور امل؟ 350 درهم. الله يخطيك. ودابا ندوزو معكم لثاني خدمه مدام امل اللي هي هو لو ليفتين كولومبيا اللي معروف بزياده وتكبير المناطق الانثويه. نورمالمون تنديروه في 3 مراحل غير المراكز الاخرى. تنبداو بالماساج في الاول، عاد باش نديرو لاباغاي ديال لو ليفتين، عاد باش نديرو التحفيز الكهربائي باش نميسكليو ديك لابارتي، نديرو الشد ديال العضله ديال ديك المنطقه بالضبط، من بعد مثلا الحصه. الله يعطيك الصحه. كما سمعتوا معنا فالليفتينغ الناس اللي ما كيعرفوش هو زياده في المناطق الانثويه بطريقه عصريه. بطريقه عصريه وصحيه. انا قلت لك واش من بعد حيت الحاجه اللي كيديروا
التقليديه اللي كتكون هي البديره ومعتقد عندها بزاف ديال الاضرار اكيد على المنطقه اللي كنزيدو في الجسم ديالنا وكتخلي لا تراس. اكزاكتومون، مي حنايا بطريقه صحيه يكون امنه نورمالمون ما تبقى لا تخاف لا والو، يكون تخدموها طريقه اللي هي متقونه اللي تعطي واحد الريزلت اللي تيبقى دائم، ماشي بحال المراكز الاخرى اللي تخدموها بطريقه اللي عشوائيه وتعاودي تمشي لفي ديالها. اشنو قلتي ليا كديروا في الاخر اخر حصه كديروا بحال مصاعقات كهربائيه اللي تيموسكلي تيديروا الشد ديال العضله اللي تنكونوا ديجا زدنا في الفوليوم ديالها في الحجم ديالها، كترجع كيف ما كانت في الاول، ما كيبقاوش هذوك الترهلات. الله يعطيك الصحه. وبالنسبه للثمن بشحال غيبقى ان شاء الله المتتبعات ديال متجر ليلى؟ نورمالمون تيكون لو بري 10 حصات ب 3000 درهم، والناس ديال قناه متجر ليلى غيبقى لهم 10 حصات ب 1500 درهم. كما سمعتوا معنا اللي بغات دير 10 الحصص كيبقاو ليها ب 1500 درهم. قلتي لي كاين اللي كتبان ليها النتيجه في 3 الحصص، الحصه الثالثه تتبدل النتيجه بشويه بشويه. مثلا اللي دوزت مثلا 3 او 4 الحصص وبتكتفي بهذيك النتيجه ممكن ممكن تبقى على حسب الرضا ديالها هي. الله يعطيك الصحه. بالنسبه لثمن حصه وحده شحال كيبقى؟ نورمالمون تيبقى ب 250 درهم. كيما سمعتوا معنا ثمن الحصه كيبقى ب 250 درهم. وثالث خدمه معك مدام امال اللي هي ازاله الشعر نهائيا. كاين بلازر ماشي لا لوميير بيسي، حيتاش كاين فرق، كاينه لا لوميير بيسي اللي تقدر ترجع تجيب من بعد ما تسالي الحصص، ولكن لو لازر من تنديروه نورمالمون كاينين 6 حتى 8 الحصص على حسب الهرمونات ديال كل نساء، تقدروا تمشي ديفينيتيفمون اون فوا بور توت واحد المده واحد عامين ولا 3 سنين تتولي تديري اون سيونس دونتروتيان في العام. يعطيك الصحة. بالنسبة لإزالة الشعر واش في الجسم كامل أولا مختصة أنت مثلا غير في الوجه؟ لا يمكن لنا نحيدوه من الوجه من الجسم كامل، وتتبقى الاختيار ديال كل مرأة تتبقى الاختيار ديالها واش بغات دير الوجه ولا بغات دير شي منطقة أخرى في الجسم. الله يعطيك الصحة. بزاف ديال النساء كيعانيو من هذا المشكل عاوتاني ديال الشعر، إما حنا نهضرو دابا غير على الوجه كي اللي كينوض لهم زغب هنا أولا حتى في الحجبان أولا هنايا في الدوبي كيبغيو يحيدوه، كل خطره كاينه اللي عاوتاني كدير لاصتر لوجهها اولا الحبيبات كل خطره كل اسبوع خصها تعاودها. بالنسبه لها التقنيه ديال لازر هي اللي ولا كيتعاطى ليها كلشي تقريبا، وكاع البنات كيهضروا عليها، حيت كما سمعتوا مع الدكتوره امال منين كتكملي الحصص فباي باي الشعر ياك مده واحد العامين ولا 3 سنين عاد باش يمكن ليه نديرو حصه ديال لونتروتيان في العام. الله يعطيك الصحه. وبالنسبه للثمن ديال الحصه مدام امال، نورمالمون الثمن ديال ازاله الشعر من الوجه في المراكز الاخرى تيوصل حتى ل 1000 درهم، وحنايا تنحسبوا ليه 600 700 على حسب المناسبه، ولكن الناس ديال متجر ليلى نخليو ليهم هذه المره ب 300 درهم. ونذكركم بلي عندنا لا ماشين اخر ماشين ديال لازير اللي فيها التبريد ما تيقصحش، ماشي بحال لي ماشين الاخرين ديال لازير اللي كانوا فيما تديريها لوجهك ولا شي منطقه في الجسم تضر، هذا بارده تحسي بحال لا حاطه شي ثلجه على وجهك وصافي، ما تحسيش بشي ما تتقصحيش كاريمون. الله يعطيك الصحه. بالنسبه لازاله الشعر من الوجه واش في الوجه كامل وماشي غير دوفي او لا؟ نو الوجه كامل نورمالمون غادي نديرو فوق هنايا في الجبهه في الوجه هنايا لو دوفي اللحيه كلشي. الله يعطيك الصحه. كيما سمعتوا معنا الثمن نورمالمون من 1000 درهم الوجه كامل غيبقى لكم مع دكتوره امال، عاودي لنا الثمن 300 درهم ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. واكيد اللي بغات تسول عاوتاني على الثمن ديال اي منطقه في الجسم ديالها غنخلي لكم الرقم ديالها مكتوب هنا باللون الاصفر تواصلوا معها، وحتى اللي بغات شي استشاره مرحبا مرحبا. ودابا ندوزو معكم لخدمه اخرى، خدمه اخرى اللي هي مدام امال اللي هي الهايفو اللي هي شد الجلد او شد العضلات اون جينيرال، هي نورمالمون واحد لا تكنيك اللي تنديروها تقدر توصل حتى 70% ديال النتيجه ديالها توصل قريبه للجراحه التجميليه، تتعطي
النتيجه تقريبا ديال 70%. نورمالمون اللي غادي تعطينا واحد تحفيز ديال الكولاجين اللي غادي يعاوننا باش ترجع داك الكولاجين في الجسم ديال المراه من بعد واحد التقدم في السن. وكاينين الناس اللي تيكونوا ميم صغارين تيكون عندهم تقريبا لي غيد، سورتو البنات اللي مع تنضحكوا تيولي هنايا لي غيد، ولا من بعد الولاده تتولي الترهل في البطن اولا في اليد من هنايا، وحتى فخاد حتى هما تنقصوا منهم داك لا سيلوليت ديك الترهل اللي كيكون مع الوقت ديال المهم اي منطقه في الجسم كانت عندك مثلا هادي شنو كنقول اللي هاتها هي بزاف قلتي لي الناس كيحيدوها اكزاكتومون. مثلا ضعفتي عندك هنايا حتى هو يمكن لك كما سمعتوا مع دكتور امل راه كتوصل النتيجه حتى 70% بحال الجراحه اكزاكتومون، كتعاود تجمع اللحم عاوتاني كترجع كيف ما كانت عاوتاني ولدتي بقى عندك هذوك الترهلات ديالك ممكن تبعي مع على حسابهم. مهم اي منطقه في الجسم ديالك مرحبا بك عند الدكتور امل. وبالنسبه للثمن نورمالمون قبل من الثمن باردون غادي نقول لكم باللي تتكون غير حصه حتى لجوج ماكسيموم، ما تيخصكمش حصص اللي كثارين باش تعطيكم ديك النتيجه. النتيجه في ثاني حصه تقريبا من اول حصه تتبان لك النتيجه. نورمالمون ثاني حصه تقدر تزيديها على حسب الاختيار ديالك، تقدر تكون حصه وحده كافياك ما تحتاجيش انك ديري الحصه الثانيه. الله يعطيك الصحه. وبالنسبه للثمن الثمن نورمالمون اللي تنديرو على حسب الوجه هو 3000 درهم، ولكن الناس ديال المتتبعين ديال متجر ليلى غادي نديرو واحد لا بروموسيون ل 10 الاولين غنخليوها ب 1500 درهم للوجه يكو لو دوغ مونطون. الله يعطيك الصحه. كما سمعتوا 10 الاولين هما اللي غيبقى لهم الثمن ديالهم بدلا من 3000 درهم ب 1500 درهم. وكما سمعتوا مع دكتورة امل راه النتيجه مضمونه 100% ولا 1000% اكزاكتومون. والدقن المزدوج راه تيمشي بمره. لالا اختك. ودابا ندوزو معاك لخدمه اخرى اللي هي تخسيس. تخسيس اي شنو تقدر تقولها على التخسيس؟ عندنا بزاف ديال لي ماشين اللي غادي نقدروا نقولوا لكم كاينين، مي ميمكنش نقولوهم كلهم في الفيديو. غادي تجيو عندنا مرحبا بكم كل وحده وشنو لا تكنيك اللي غادي نقدروا نديروا لهم اللي نصحوها بها. غادي عندنا غنديروا اون كونسلطاسيون ان شاء الله اللي غادي تكون غراتويت ونشرحوا لكم اشنو لا تكنيك اللي غادي تحتاجوها. غادي نخدموا معكم كاع لي تكنيك اللي كاينين في المراكز الاخرين غتلقاوهم متواجدين عندنا هنايا. يكون غادي نديروا واحد لا بوزي، غادي تعبروا بواحد الميزان غادي يعطينا الشحمه والماء في لو كور ديالكم، وغادي يورينا شنو، وغادي ندير لكم ان دياغنوستيك اللي غيكون غراتوي مجانا اللي غادي نوري لكم اشنو هما لي تكنيك اللي غادي تحتاجوا ليهم اكثر اللي غادي يعاونوكم باش تنقصوا الوزن ديالكم. لهلا اختك. بالنسبه للوزن اكيد في اي منطقه عاوتاني في الجسم اكزاكتومون. الله يعطيك الصحه. ودابا ندوز معكم الخدمه اخرى. تبارك الله الخدمات كثار مع الدكتوره امل. حنا غنعطيوكم لمحه لمحه ونعاود نذكركم الا بغيتو مازال تعمقوا في اي خدمه تواصلوا معها في الارقام اللي مكتوبين باللون الاصفر اولا جيو عندها المكتب. ودابا ندوز معكم لاخر حاجه واخر خدمه اللي هي دكتوره امل. نورمالمون هي لو سوان دو فيزاج اللي تيكون بروفيسيونيل، تيكون دي ماشين اللي تيكونوا متطورين. منهم عندنا ليدغا فاسيال 2022 اللي فيها لو تيست دو بو، هو سي اون راديو اللي تنديروها على الجلد ديال الانسان اللي باش يعرفوا المشاكل اللي عندهم، نشوفوا لي المسامات واش واسعين ولا لا، تنشوفوا على حسب لي غيد، وهي تعطينا النتيجه اللي غادي خصنا نخدموا بها. ما تنخدموش بطريقه عشوائيه، تنخدموا كل وجه على حسب المشكل اللي كاين فيه. بحال كديروا ليه واحد الراديو لوجه باش كيعرفوا شنو المشكل اللي كتعاني منه البشره ديالك، ماشي كيخدموا لك كاع الحوايج واخا تكون خاصك واخا تكون ما خاصك. شوفوا كاين اللي كترجع لك عاوتاني بالضرر. اكزاكتومون وي هادشي اللي كاين. يكون غادي يكون ان شاء الله هاد لو تيست دو بو غادي نقترحو عليكم، غيكون ان شاء الله غراتويتمون مجانا الناس ديال متجر ليلى سبيسيالمون. الله يخطيك. اي وحده بغات تعرف المشكل ديال الوجه ديالها سواء كان عندك الحبوب او عندك اي مشكل فدكتور امل دايره لكم هاد التيست هذا فابور. مرحبا بكم عندنا. مرحبا بكم. يكون عندنا حتى نديرو لا ميزوثيرابي
باش نحيدوا المشاكل ديال التصبغات وديال الحبوب، غادي نديروهم لكم في لي تيست، غنبروبوزيهم عليكم في لي سوان دو فيزاج. مثلا شنو زيدي تعمقي معايا ما فهمتش دكتور؟ نورمالمون عندنا واحد لا ميزوثيرابي تيكون بواحد ستيل بواحد الشويكات، تنخلو لي فيتامين للوجه ديال المراه، تنبقاو تنخدمو به فيه، هو صافي فيه حصص ولكن تيحيد داك التصبغات، الا كان الكلف الا كان الحبوب حتى هما هادو تيحيدو. بالنسبة للتيست قلتي لينا فابور غيبقى للمتتبعات قناة متجر ليلى، وبالنسبة للسوام السيدة من بعد لا دارت مثلا داك الراديو عرفت شنو المشكل ديالها بدير معاك سوام شحال غيبقى؟ نورمالمون لو سوان تنديروه من 800 درهم، ولكن متتبعات قناة متجر ليلى غيبقى 300 درهم. لا خداك من 800 درهم ل 300 درهم ان شاء الله بحول الله. ولكن البنات راه ماشي سوان عادي، ماشي سوان ديال الصالونات العاديين، سوان بروفيسيونيل بماتيريال بروفيسيونيل وبرودويات اللي هما اكيد كما سمعتوا مع دكتورة امال فيتامينات، شي حاجة اللي كترجع لك الاشراقة والحيوية للجلد ديالك. وهنا غنكونوا ان شاء الله وصلنا للنهاية الحلقة. ما سخيناش بيك دكتورة امال، حتى انا ما سخيتش بكم، قاعده معكم زوينه. اختك راه عندها بزاف ديال الخدمات البنات اللي ما ذكرناهمش لكم، داكشي علاش قلت لكم اللي مازال بغات تعرف شي حاجه تواصل معها اولا جيو عندها هنايا ان شاء الله المكتب، مرحبا بكم. صراحه كتقدم بزاف ديال الخدمات اللي محتاجينهم حنايا كعيالات، للجسم ديالنا، للصحه ديالنا، للوجه ديالنا، ومقارنه مع الاثمنه الطالعه في المغرب كامل، وكتعكزي كتكتفي بواحد الماسك في الدار يا كمدام اكزاكتومون، وما كتكون لا نتيجه لا حتى شي حاجه. داكشي علاش اليوم ان شاء الله كلشي غيتهلا في راسو وكلشي غيولي زوين كيشعل بثمن مناسب جدا. توقيت العمل مدام امل معاش كتحلو نورمالمون سنبداو مع 9 الصباح، ما تنساليو حتى 6 العشيه كونتينيو. ايه بالنسبه للطوبيسات اللي كيحطو هنايا نورمالمون كاينه هنايا عندنا 7 و11 كاين 12 و13 و18 ريتك الصحه، تيبقى في حق الدم باب الامام. ونذكركم النعت في اخر الفيديو، ما كاينش فين تلفو، تبعوه غتوصلوا حتى لفم الموبيل، ما كاينش فين تلفو. نتلاقاو في حلقه اخرى وهمزه اخرى، تبقاو على خير. مرحبا.